والله سي ان شوا بيرسونيل. حاب سي ان ديفي اون فيت، سي ان ديفي لاني نعرف اللي كره القدم فيها بالطبع حظ، لكن فيها خاصة برشا عمل. وأنا انطلاقا من مبدأ أني في كل المحطات اللي تعديت بها خدمت 100%، والحقيقة باش نكون واضح معك دون غرور نجحت في العمل في كل مكان قمت به، والنتائج أكبر دليل. قلت علاش لا اليوم في تجربة على مستوى الرابطة الثانية مع ناس كي سون موتيفي، نعرف يا توجور دي لاكون على مستوى مادي، حتى على مستوى التعطير، على مستوى انفراستركتور باش نلقى لي لاكون. اي با جو سوي لا سي ان ديفي، لو ديفي ان نوم سون ديفي اي دو با اكزيستي. يفو فير الديفي هذايا باش نجم تحسن مردوديه الفريق. اي ابري تو باش نقول لك حاجه اخرى، لوبجيكتيف اللي تراسي هو البلاي اوف، لكن لا قدر الله اذا ما وصلتش لوبجيكتيف هذايا سي با لا فان دو موند. جو في با مو بيسي لي برا اي دوما ساي جي فيني، نو جو في كونتيني ا ترافاي. دونك موا جو في فير تو بور كو لو كلوب بويس اتر في البلاي اوف بكل الطرق الشرعيه، لكن اذا ما ربي ما وفقنيش ما جو في با اتر غدوه معناتها كلكان كي ديسو، نو جو دوا رومونتي لي بونت جو دوا ترافاي. بعباره اخرى تجربه ان شاء الله تكون ناجحه على مستوى الرابطه الثانيه، وخاصه من خلالها نحب نعطي اضافه للرابطه هذه يا سيدي. لقيت انسان متجو بصراحه، انا تفاجأ بالكوتش اني يعني قال لي نعرف كل شيء على حمامات، سال على حمامات قبل، زدت اعطيته وضعيه ربما اكثر، قلت له نجم نكونوا شهرين ماناش خالصين مع الجوالات، قال لي انا نحب التحدي، انا نعرف حمامات وعندي ثقه في الناس اللي خدم، عنده ثقه في الهيئه المديره، سال هو قبل على الهيئه المديره على اللاعبين وعلى الواحد، والمشروع نتاعنا بقدره ربي مش يتنفذ. يلزمنا نكونوا في مواد ديسمبر من الثلاثه الاولانيين، بعد يكون الاختيار اللي هو فما نقايص في الفريق، شافه هو في مقابلة مستير اليوم رأيته هرب من سؤال، فما نقايص يعرفهم وعرفهم منذ المقابلة الأولى. إنسان ذكي برشا تعرفوه، إنسان كمبيوتر كما يقولوا، هو عرف نقايص الفريق، وإن شاء الله في ديسمبر نتلافاهم، ولما لا بعد ديسمبر نكونوا في البلاي أوف، ولما لا نكونوا من ضمن الثلاثي الأول اللي ربما يسعد للرابطة الأولى. Orange.